من بيروت ينضم إلينا الآن الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي باتريك مارديني. سيد باتريك مساء الخير. أولا لنفهم كيف وصلت الأمور إلى هنا، كيف تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية بهذا الشكل الدراماتيكي؟ هي فقدت طبعا 3 أضعاف قيمتها مؤخرا. مساء النور. صحيح اليوم شرحها حاكم مصرف لبنان بشكل كتير دقيق، يعني قال أنا اضطريت زيد حجم الكتلة النقدية كرمال مول عجز موازنة الدولة، وبالتالي نحن اليوم بس تزيدي حجم الكتلة النقدية هيدي الأموال بالآخر رح ترجع تنزل على السوق والناس بدهم يحولوها من اللبناني للدولار، هذا الشيء بيزيد الضغط على سعر صرف الدولار. هلا طبعا هيدا الشيء بيؤدي مفترض نظريا لتدهور سعر الصرف بالدولار، الا اذا كان مصرف لبنان مستعد انه يخسر مصاري بسوق القطع عن طريق تامين هيدا الدولار. يعني نحن اللي وصلنا اليوم لهون هو هيدي السياسه اللي هي سياسه انتحاريه، اللي بدنا نمول عجز الحكومه لانه ما بقى حدا يدوينا من ميلي عن طريق زياده الحجم الكتله النقديه، ومن ميلي ثانيه بدنا نحافظ على استقرار سعر صرف الليره. بدل ما تروح الحكومه وتخفض نفقاتها كانت عم تلجا تلقائيا للمصرف المركزي لكرمال تتمول هونيك، وهيدا الشيء اللي وصلنا بنهايه المطاف لتدهور سعر صرف الليره. طيب كما تعلم هناك تبادل للتهم في لبنان حول مسؤوليه من يتحمل مسؤوليه ما آلت اليه الامور، والشارع يعني يبدو في مقلب اخر يبحث عن حلول، هل ما زال هناك بالامكان ايجاد حلول ممكنه في ظل هذه الحكومه وهذه السياسات المصرفيه يعني التي تواصلت على مدى 3 عقود؟ اليوم الحكومة اللبنانية حطت خطة، وهيدي الخطة عم يحكوا عن لبنانة أو ليرنة الاقتصاد اللبناني. بالخطة اللي نشروها بيحكوا عن دي دولاريزيشن، أوكي؟ هيدي الخطة وضعتها الحكومة الحالية وعم بيطبقها اليوم حاكم مصرف لبنان، ما هيك؟ عم بيسحب الدولار من السوق عن طريق التعميمات اللي عم بيعملها، وعم بيغرق السوق بالليرة اللبنانية بداله، وبالتالي اليوم إذا بدك بالتكافل والتضامن اثنيناتهم عاملين مخطط إنهم بدهم يلبنوا الاقتصاد اللبناني، وهيدي اللبناني شو معناتها؟ أنا بس أسحب الدولار من السوق وبس ضخ ليرة لبنانية بالسوق، اللي بيصير إنه سعر الدولار رح يرتفع جدا. اليوم هيدا الارتفاع بسعر الدولار أنا بحط مسؤوليته إذا بدك بالتكافل والتضامن على الخطة اللي حطتها الحكومة واللي عم بيطبق جزء منها على الأقل الجزء النقدي اللي عم يعمله حاكم مصرف لبنان. هيدا بموضوع شو الحق عمين، ما هيك؟ بتصور كل طرف عم بيكب على التاني بس المسؤولية هي مشتركة. هلأ بموضوع الحلول، هل يوجد حلول؟ إيه يوجد حلول، بس هي حلول صعبة. الحل هو يجب فصل السياسة النقدية عن تمويل عجز الدولة. الدولة اللبنانية بدها تصرف كتير منيح، بس ما بنقدر نحن نطبع مصاري ونعطيها إياها لتصرف. والواضح أنه اليوم المصرف المركزي منه قادر يفصل السياسة النقدية عن السياسة المالية، وبالتالي صار لازم بقى نحن نتصور، يعني مش الحل هو أنك تشيل حاكم مصرف مركزي تحط واحد من جانب الحكومة لأنه بيصير يمول أكثر، بكون عم بيكبر لي المشكل. ما هيك؟ الحل هو ان نغير النظام النقدي اللي عندنا ونحط نظام نقدي جديد بيشبه الشيء اللي يستعمل مثلا بهونغ كونغ او اللي يستعمل ببلغاريا مثلا، اللي بيمنع منعا باتا او بيفصل بين السلطات النقديه وعجز موازنه الدوله. طيب ولكن الان برايي هيدا بيحل المشكله. مش الآن يعني نجد أن الاقتصاد اللبناني مرتبط بشكل أساسي بالدولار، كل يعني لا ينتج لبنان بل هو يستورد تقريبا كل شيء، وهذه الأزمة وهذا الانخفاض لسعر صرف الليرة ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية اللبناني، يتضرر الأكثر فقرا، الطبقات الوسطى، بالتالي هل من حلول عاجلة لذلك أم أن الحلول فقط صعبة؟ لا الحلول هي صعبة بس في حلول. يعني احنا اليوم اذا بدي افرض انا لبنانة الاقتصاد اللبناني على الشعب، الليرة بدها تعلى كتير وبالتالي بده يصير في تدهور كبير للدولار، لانه بكل بساطة اذا انا بقطع الدولار من السوق الشعب اللبناني رح يتهافت ورح يصير مستعد يدفع حق الدولار مبلغ كتير كبير كرمال يضبه بالبيت، كرمال اخرته، كرمال يضمن القدرة الشرائية تبع مدخراته ويقدر يعيش لاخر الشهر او لاخر السنة، ما هيك؟ وبالتالي هيدي الليرنة القصرية سياسة خاطئة. الحل هو إعادة الثقة بالليرة اللبنانية كرمال الناس طوعيا تحول مصرياتها من الدولار للليرة، وإعادة الثقة بتصير عن طريق إعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، وهذا الشيء اللي كنت عم بحكيه أنا اللي هو الكرنسي بورد، يعني مجلس النقد بيقدر بيحله، لأنه مجلس النقد بيقدر يجي ويقول يا جماعة ممنوع أنتم تطبعوا دولار ليرة لبنانية اليوم إذا ما بفت لكم مقابله دولار، ما هيك؟ إذا أنا اليوم بضبط
إذا بدك حجم الكتلة النقدية بالليرة وبربطها ارتباط وثيق بالدولار بتنحل مشكلة سعر تدهور صرف الليرة. بس هيدا معناته أنه الحكومة اللبنانية بدها تخفض نفقاتها. ما بقى تقدر الحكومة اللبنانية تعمل مشاريع الكهرباء ومشاريع السدود ومشاريع الاتصالات اللي هي كلفتها تخيلية 5.4 مليار دولار على الكهرباء، تقريبا أكثر من 4 مليار دولار على السدود. هيدا الشيء ما بقى قادرين نعمله إذا الحكومة اللبنانية بتوقف هيدا الشيء. وبخطتها مش عم تقول أنه بدها توقف، عم تقول أنه بدها تستمر فيهم، مش رح تحل المشكلة. شكرا لك جزيل الشكر.